صباح النور من جديد مشاهدينا. نشرت مجلة Human Reproduction دراسة تبين ارتفاع عدد ولادات التوائم حول العالم بشكل غير مسبوق. وبيّنت الدراسة أن أكثر من 1,600,000 زوج من التوائم يولدون في كل أنحاء العالم سنويا، أي ما يعادل واحدا من كل 40 طفلا. وأوضح الباحث في معهد الدراسات السكانية في فرنسا جيل بيسون أن المعدل العالمي لولادة التوائم ارتفع بمقدار الثلث منذ ثمانينيات القرن العشرين، من 9 إلى 12 لكل 1,000 ولادة في 3 عقود فقط. وتثير هذه الطفرة في ولادات التوائم القلق، لأنهم غالبا ما يولدون قبل أوانهم ويكونون أقل وزنا من المعدل الطبيعي ويتعرضون لمضاعفات في خلال الولادة، وتكون نسبة الوفيات بينهم أعلى مما هي لدى الآخرين. وتعود الزيادة العالمية في تواتر التوائم فقط إلى الارتفاع غير المسبوق في حالات الحمل بما يسمى بالتوائم غير المتطابقة، أي من بويضتين مختلفتين وليس التوائم المتطابقة. وقد كان الإنجاب بمساعدة طبية الذي عرف بدايته في الدول الغنية في خلال 70ات القرن العشرين ساهم في زيادة ولادات التوائم وكذلك في حالات الحمل المتأخرة. فمستوى الهرمون في الدم الذي يساهم في نضج البويضة والإباضة يزداد مع تقدم العمر ويفسر زيادة احتمالات الحمل بتوأم حتى تصل إلى الحد الأقصى في سن 37. شو رأيك؟ طوني. التوأم، أول ما تسمع كلمة توأم بشو بتفكري؟ مجرد مشاهدة صور التوائم اللي كانت بتطلع وأنت تقرأ الخبر هي مبهجة. حلو. حلوين ويبقى عالمهم عالم فيه نوع من الخصوصية ورابط غريب قد لا نفهمه نحن، يعني الأخوان اللي ولدنا كأخوة متفرقين، ولكن التوأم دائما أحس أنه يبقى بينهم هذا الرابط الغريب العجيب. حدث مبهج جدا، والفرحة بتكون فرحتين. صحيح. لما ترزق أسرة ببدل طفل طفلين، ربما الآن أصبحت هناك أقل نوعا ما لأنه عن طريق الصور فوق الموجات فوق الصوتية وغيرها يتم التعرف على أن هناك طفلين مبكرا، ولكن في السابق كانت مفاجأة تأتي. صحيح. نعم. تعرفي سارة بهالفترة بالذات يلي هي فترة مجمدة، فترة كورونا مثل الأجنة المجمدة، كل ما اسمع خبر زفاف عرس او ولادة توائم بيفرح قلبي وبتأكد انه مجمدة فقط، ولكن الحياة ستعود والحياة الى الامام. وبدنا نقول لمنتجتنا اليوم سحر ظاهر على سلامي يا رب. فاصل ونعود.